السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عرض نمره 2 النهارده من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر، اكبر تشكيله من اجهزه الورك ستيشن بفضل ربنا هتلاقيها عندنا. النهارده عرض شركه شمس على موديلين مكسرين الدنيا، الدل البريسيشن 7810. بسم الله. الدل البريسيشن 7810 اجهزه استيراد فرز اول يا جماعه، اجهزه تقفيل بلاد. المواصفات بتاعتها الدبل بروسيسور ال 2630 الفي 3 الكاش 40 16 كور برامات 32 جيجا دي درام 4 هارد بيبقى 256 اس اس دي بيبقى معاه هارد تاني 2 تيرا. الكارت الشاشه بتاعه بيبقى جي تي اكس 660 بيبقى 2 جيجا وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. نعيد تاني كده مواصفاتها ونبص عليها بصه جميله من جوه. بص كمان جهاز مصنع من جوه. نعيد تاني مواصفاته الدبل بروسيسور ال 2630 في 3 الكاش 40 16 كور برامات 32 جيجا دي درام 4 هارد بيبقى 256 اس اس دي بيبقى معاه هارد 2 تيرا ساته. كارت الفيجا بتاعه بيبقى جي تي اكس 660 بيبقى 2 جيجا دي درام 5 وبيعلى مع الرامات زي ما انتم عارفين. مصنع من جوه يا جماعه. تقفيل الشركه طبعا باور سبلاي 825 واط بيشغل معاك اعلى كروت بيشغل معاك اعلى الهاردات مع اعلى البروسيسور. وعرض حصري من شركه شمس الخدمات الكمبيوتر 20000 جنيه بضمان 3 شهور ضد عيوب الصناعه. العرض الثاني معانا على نفس المواصفات بس في الاتش بي الزد 640. الاتش بي الزد 640 برضه مكنه ورك ستيشن برضه مكنه استيراد فرز اول نفس المواصفات ال 2630 الفي 3 برامات الكاش 40 16 كور برامات 32 جيجا هارد 256 اس اس دي بيبقى معاه هارد ثاني 2 تيرا. وكارت الفيجا بتاعه بيبقى جي تي اكس 660 برضه. على الجهاز من جوه. بص يا جماعه مصنع 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 من جوه. طبعا ده مكان بيشتغل 24 ساعه في ال 24 ساعه، مكان بيشتغل في البرامج، بيشتغل في الجيمز، بيشتغل في كل حاجه ما يقولش لا. وعرض برضه حصري من شركه شمس خدمات الكمبيوتر السعر الزد 640 سعره 24000 جنيه لفتره محدوده بضمان 3 شهور ضد عيوب الصناعه. اي مكنه بقى ممكن تحتاجها، اي مكنه عايز تزود فيها حاجه ممكن تبلغني على الواتس وانا هتواصل معاك طبعا اقول لك سعرها كام. احنا يا جماعه شركه شمس 19 سنه في السوق بفضل ربنا متخصصين في الورك ستيشن. السلام عليكم ورحمه الله.